دي اغلى من السنه اللي فاتت. بكتير يا باشا، انا جايب بنطلون ب 200 جنيه بالعافيه. السنه اللي فاتت كنت بجيب بنطلون ب 50 60 جنيه وكنا بنحمد ربنا كنا بنروح على الهلال. دلوقتي عايز اشوف الاسعار بقت ايه. ما قلناش اشتريت لبس العيد ولا ايه يا ابراهيم؟ ليه؟ مفيش ايه؟ اسعار غاليه يعني السنه اللي فاتت؟ انت كنت تشتري السنه اللي فاتت بكام ودلوقتي بكام؟ انا كنت بشتري ب 100 110 وقت 300 500. شغال ولا في مدرسه؟ مدرسه. بتجيب الفلوس اللي بتشتري بيها منين؟ من ابوك ولا شغال؟ شغال. بتعرف تجمعها؟ ما عرفتش تجمع السنه دي لبس طاقه. الاسعار غاليه عن السنه اللي فاتت. اشتريت لبس العيد ولا لا يا خالد؟ اشتريته السنه دي. اغلى ولا السنه اللي فاتت اغلى؟ السنه دي اغلى بكام؟ اغلى بقد ايه؟ 50 جنيه. ليه؟ افترى. عندي تليفون. تمام. وعندي انترنت. تمام. الاسعار السنه دي اغلى من السنه اللي فاتت بكتير؟ طبعا بكتير. يعني كنت بتشتري بكام ودلوقتي بكام؟ الاول كنا مثلا 1000 جنيه. دلوقتي هم جايبين الطعم من امبارح بس ب 450 جنيه عشان طفلين بس يتكسوا. ماشي ب 1000 وحاجه وانت معدي. طعم واحد بس مش اكتر ولا اقل. ولاد ابنك اشتريت لهم زي السنه اللي فاتت ولا اقل؟ النهارده الايام دي غاليه والاكل غالي والفراخ ب 35 جنيه. نتكلم عن اللبس. كنت تشتري التيشيرت بكام؟ كنت تشتري التيشيرت كنا بنجيبه ب